فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأكل من الثمار التي تسقى بماء مصفى من الماء النجس؟ ما نقول إنها حرام، لأنه ما استحالة، استحال إلى ثمرة، هذا الشيء استحال إلى ثمرة، إلى عين أخرى، فلا بأس بأكله، وإن تركته من باب التعفف طيب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.